أهلا بكم من جديد، ونجدد الترحيب بضيفتنا وضيفتكم النائب صفاء الهاشم. أم عبد العزيز حياك الله ويانا في برنامج نبض اللجان. شنو قراءتك للمشهد السياسي بعد مرور 4 شهور من عمر المجلس الحالي، وكذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم صحة الطعون المقدمة في الانتخابات أو في المجلس بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، واعذروني لأن صوتي عقب انفلونزا وكحة، فإن شاء الله ما كح خلال هاللقاء. ما تشوفين شر عبد العزيز، وشكرا على اختيار مكان عجيب للقاء بهالخضرة والجمال والوجه الحسن، وانت مجملة اللقاء كذلك يا عبد العزيز. يا رب يا رب نكون إلى اليوم، بعد مرور 4 شهور من يوم القسم إلى اليوم، نكون قد قطعنا شوط بالنسبة للمواطن. أنا متأكدة ومتيقنة، لأني قاعدة أشوف عناصر طيبة جدا من نواب زملاء قاعدة أشتغل معاهم بصفة شخصية لأنه نطلع بنتائج، وأنت عارف نتائج أي عمل برلماني ما تتم إلا في اللجان، واللجان كم التقارير اللي طالعة حاليا واللي موجودة على جدول أعمال خير دليل إن في عمل زين وقاعد نمشي فيه. ما زلت وأقول وأكرر، كل ثقة بقضائنا النزيه، كل ثقة بقضائنا العادل اللي ثبت اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية بديمومة واستمرارية مجلسنا. أدعو من ربي سبحانه أنه يعني يوفقنا اللي فيه خير حق هالبلد وللمواطنين، بقرارات تساعد المواطنين، بقرارات تسهم في زيادة رفاهية مواطن ما فيها تهديد بتقشف ولا سكاكين توصل لعظامه ولا كل هالأمور. نتمنى إن شاء الله. إن شاء الله. أم عبد العزيز، أنت قد قلتي أننا لسنا في مدينة فاضلة، وأقتبس الآن من كلامك: أعطونا فسادا 40% و60% من الإنجاز. أم عبد العزيز، ليش وصلنا إلى الرضا بالقليل من الإنجاز في حين أننا نقدر أن نحقق أكثر بكثير؟ راضية راضية يا عزيزي، والله قلت لك وكررها، قلتها لي أنت كوتينج مي، قاعد تقول لي أنت سبق قلتيها، أكررها، إحنا مدينة فاضلة خالية من الأخطاء والعيوب، بالعكس لو كنا نشتغل وايد عندنا أخطاء along the way، وهذا شيء منطقي، لكن أنا أتكلم عن كم فساد وكل شيء واقف في محله. أعطيك مثال عشان ما أقول جمل مطاطية. مشروع المطار وينه؟ مو سمعنا عنه، وقالوا بيوقعونا إلا بيتحركون، انطق مسمار، شاف المواطن شيء، على الأقل على الأقل نفسيا حتى لو فيها بهذلة أبي أشوف المطار لما دش حاليا الريحة اختفت، أو على الأقل ممرات خشبية إنه مؤقتا، إنه في أعمال ماكو. إنزين، في توسعة للأراضي، على الأقل أشوف في مشاريع قاعدة تقام، سقالات. في يوم من الأيام قلت أتمنى أشوف بلدي في 1,000,000 سقالة، معناته في مشاريع قاعدة تنفذ. زين، مو في المدن الإسكانية البنية التحتية جنوب عبد الله مبارك، كذلك المطلع قاعد يشتغلون الآن فيها؟ يقولون، ولو إني أنا أشوف التوزيعات ورقية. ذاك اليوم في العرض التقديمي اللي سواه وزير الإسكان ياسر أبول، حط صور من الواقع، حط صور للمشاريع من الواقع actual، وبين هذا كم الحفر وهذه الأساسات اللي قاعد نسويها. أنا ما أتكلم عن مدن كونكريتية، أنا أتكلم عن بناء مدن سكنية يسكن لها المواطن ومرتاح. إحنا شاطرين إن نتكلم عن بناء كونكريت، غابات من الكونكريت، بس هل نتمكن من بناء كلتشر للمواطن؟ بمعنى بنينا مدينة الخيران، بنينا مدينة صباح الأحمد، ما أدري إذا تسميتها هذه ولا هذه، إنزين المواطن مرتاح وساكن؟ لا. ليش كل شيء يخلص عندنا منقوص؟ ليش المدينة تفتقر إلى كل أساسيات مدينة منفصلة قائمة بذاتها، خدماتها، مدارسها، مستوصفاتها، جمعياتها، كل الأمور؟ ليش ما رعيتوا إن هي مبنية في وسط صحراء؟ ترى نفس الشيء راح يصير، صار في جابر الأحمد، في سعد العبد الله، وراح يصير في المطلع. لا قاعد تحطون في بالكم ساتر أخضر، ساتر رملي، باللغة البحر يسمونه الويند بريكر أو الويف بريكر. إنزين، ليش ما سويت هناك ساند بريكر بحيث يغطي هذه المناطق عشان الكويتيين يقعدون مرتاحين، مو بيوتهم رفع التراب متر. نعم. أنا ما عندي مشكلة في بداية إنجاز وأقول ماشي، وقد
أعين الحكومة على اللي قاعد تسويه، لكن المشكلة ما في جودة في إتمام العمل، وهذا يأثر على نفسية المواطن. لا أنا من الحين ما شفت، ما بي أقول وامدح وأقول سووا، للحين أنا ما شفت مشروعات، لكن القطار ركب قاعد يتحرك ماشي. وين المترو سكة الحديد؟ كم سنة نتكلم فيه؟ أرجع وأكد، مطار وينه؟ على الأقل مطار واجهتنا. للحين أدخل المطار وقاعد أشوف وشم الريحة، للحين لليوم أدش مطار وتعرشب في سيراميكا طالعة. أنت كنائب أم عبد العزيز، دورك تعتقدين شنو ممكن تقدرين تسوين، أو شنو سويتي لحل هذه المشاكل؟ احنا ندري هالمشاكل موجودة. أخي الكريم أنا ماني تنفيذي، أنا أراقب وحاسب. بالضبط، هذا سؤال شنو دورك؟ لذلك أنا قاعدة أسوي اللي أسويه، إني أراقب وحاسب عن طريق استخدام أدواتي. أنا اللي علي كنائب ومشرع عطيتك كتيبة من القوانين يا حكومة، وعطيتكم كتيبة من القوانين متوبكة، الشرها عليك يا حكومة اللي ما طلعتي لي لائحة تنفيذية صح تقدرون تشتغلون عليها. وجهت أسئلة بهالخصوص. بدال الواحد ألف، وانت عارف تاريخي من 2012 إلى اليوم يتحمل الكثير، موجودة فيه الاستجوابات من رئيس وزراء إلى أصغر وزير، موجود فيه الأسئلة البرلمانية، الأدوات استخدمتها، بس هل الحكومة متنفذة قاعدة تشتغل صح؟ الحكومة راهية، الحكومة كل مرة مثل الدكتاتور، عارفة أي انتخابات تيجي عندها نواب معينين عينها عليهم بيكونون أدواتها داخل، تسعى بكل ما تملك إنهم يردون يفوزون ويكونون عون لها في التصويت اللي هو أنا ضده، مثل الحكومة تصوت على انتخابات لجان، ما يصير، لابد من تعديل لائحة داخلية. نعم أم عبد العزيز، عشان أنتقل للسؤال اللي بعده بس أبي إجابة مختصرة. أنت بكلامك قاعدة أطول بإجابات. لا لا أبدا، خذي راحتك أم عبد العزيز. أنت قلتي أعطونا فساد 40%. ترى المعد قاعد ورا الكاميرا، أنا مالي شغل جاي لي، خذي راحتك وسولفي. خذي راحتك، أنا بعد أقول لك أم عبد العزيز، أنت قلتي أعطونا فساد 40% وإنجاز 60%. الآن بس بإيجاز كم النسبة بين الفساد والإنجاز؟ وه فساد 80 وإنجاز 20. من صدقك فساد 80 وإنجاز 20؟ إيه أنا ما زلت أقول، أنا يعني العادة أنا متفائلة وأشوف نص الكاس مليان. إيه أنا مستغرب اليوم ما في تفاؤل. لا لا مو قصة ما في تفاؤل، أنا بالعكس كوني مستمرة في العمل لرفاهية مواطن هذا التفاؤل بحد ذاته، لكن أنا أسعى مع الحكومة إن خلي يشوفون شيء منجز، خلي يشوفون لائحة تنفيذية مثل قانون العمالة المنزلية. المواشي. ليش للحين ما طلعت اللائحة التنفيذية؟ ليش صار في لعب في الصندوق الملياري المشاريع الصغيرة في لائحة التنفيذية؟ ليش صار في لعب في قانون الشركات الخاص باللائحة التنفيذية مالته؟ وايد أمور الحكومة ما قاعد تمارس دورها صح ولا تسوي الهومورك صح. نعم، تقييمك لبرنامج عمل الحكومة وما مدى توافق هذا البرنامج مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي، أو كما يحلو لك تسميتها وثيقة الإصلاح الاقتصادي، الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، وكذلك حكومة تسعى لتطوير هذه الوثيقة حاليا، أنت شنو نظرتك أو رأيك بهذه الوثيقة؟ أنت ليش سميتها وثيقة إصلاح؟ إصلاح لأنها قاعدة تصلخ يلد مواطن وتصلخ جيبه من غيرها، ما تفكر انها تبدي في نفسها. يعني انت ابدا مو موافقه عليها؟ لا طبعا، اعطيك مثال. تفضل. انا ضد استعانه الكويت، حكومه الكويت بالبنك الدولي. ليش؟ انا مؤمنه ان البنك الدولي من يدخل دوله دمرها. يدمرها؟ اي طبعا. وهو قاعد يدمرنا الحين؟ اي طبعا، تقاريره اللي قاعد يكتبها الكاتم بيست هذه ما تنفعنا. ليش نجحت سنغافوره؟ ليش نجحت ماليزيا؟ ليش نجحت دبي؟ لانهم لن يستعينوا بالبنك الدولي. لي كوانيو، مهاتير، محمد بن راشد، كل هؤلاء سعوا لرفاهية بلدهم لأنهم الأعلم والأدرى باحتياجات بلده. أنا ما يب طرف ثالث بعيد يقول لي شنو أنا أحتاج في البلد. يعني تعتقدين حكومتنا أقدر وأجدر من البنك الدولي؟ مفروض يا حظي، المفروض يكون رئيس حكومة عنده خزانات تفكير يما تفكر، المفروض يكون رئيس حكومة عنده عيون ثانية في ظهر راسه، عنده مجلس أعلى للتخطيط ما قاعد يسوي شيء، تنفيع لأقارب. يعني تثقين برؤيتهم وبرنامجهم أكثر من ثقتك بالبنك الدولي؟ شون؟ تثقين فيهم أكثر من ثقتك بالبنك الدولي؟ لا أنا ما أثق في البنك الدولي to begin with، أنا ما أثق في وجود طرف ثالث أجنبي يرسم لي سياستي. إحنا أدرى، إحنا أهل مكة وأدرى بشعابها، احنا ادرى في بلدنا نعرف شنو الاولويات. وهل كان هناك تجارب ناجحه للحكومه فعلا؟ اقول لك شيء، عندنا تجربه ناجحه داخل المجلس. شنو؟ احبها وشونا سويناها، وبصراحه لي الشرف اني اقول على ايامي من 2012 الى اليوم طلعت هذه اللجنه، لجنه الاولويات. لجنه الاولويات، وان شاء الله اذا الله كتب لنا والاستمراريه في هذا المجلس ساسعى ان اكون عضو فيها، تعجبني كانها
حكومة مصغرة تقرر لنا كل الجذور اللي نرسمها لرفاهية مواطن، تقرر شنو اللي موجود واللي لازم، ايه هي العصا في الدولاب وفي عين الحكومة لما الحكومة تقول لا ما نبي هذا أولوية ونبي هذا أولوية، مو على كيفكم. كل ثقة في زملائي اللي في لجنة الأولويات قاعد يرتبولنا بالضبط شنو اللي ممكن يصير لجدام. هذا ودي أشوفه لجدام. الحكومة قادرة غير قادرة، حكومة من زمان ما هي قادرة تحدد شنو أولوياتها لجدام اللي بناء عليه تمثل رفاهية مواطن. قدمت لنا وثيقة إصلاح، تركت البند الأول أنت والثاني. أنت مصرة على كلمة إصلاح؟ أي مصرة وأوف عليك. ثالثة وراحت إلى المواطن قالت لا أدفع رسوم. هذا معقولة هذا يتم؟ تراجعوا ياو، كان يقول وزير المالية سيكون هناك مراجعة لوثيقة الإصلاح. إيش تقصد فيها؟ وين في التعديل بالضبط يا معالي الوزير؟ نفس تصريحك دولة ما فيها استدامة، نفس تصريحك في مجلة تصدر بالإنجليزي الترجمة اللي بالعربي منشورة في القبس غير معقول؟ راح توافقين؟ هكذا تدار؟ راح توافقين على تعديلاته؟ لا طبعا، لأني أدري أنها غير منطقية. إيه تقريبا غير منطقية. أنا أحتاج حلول أخي الكريم قابلة للتطبيق وسهلة. ما نبي حكي مصفصف. الحكي المصفصف وين يكون؟ في دليل مال البنك الدولي، تقرير. أنا وين أعول؟ أعول على تقارير موديز، ستاندرد أند بورز، أس أم بي. هذول الناس اللي أعول عليهم وهم بالنسبة لي مؤشر لمدركاتي وين تصنيف. أتجه تصنيف. التصنيف ما يكون فقط تصنيف، يعطيك تحليل كامل وأعول عليهم. الآي أم أف نوعا ما تقاريره أعتمد عليها. أنا في كلمتي اللي ألقيتها في لما أثناء اجتماعاتنا الوفد البرلماني برئاسة الأخ مرزوق الغانم كان لي مداخلة وقلت لهم، كان رئيس البنك الدولي موجود وكريستين لاغار موجودة، قلت الدليل اللي سلمونا والمانيوالز اللي يعطينا إلى البنك الدولي أنا أستخدمه سنادة للباب عن الهواء من ثقلة لا ينقرأ وغير قابل للتطبيق. استاءوا أزئف، أنا بيهمني إذا مستائين أو لا. أم عبد العزيز، رفع سقف الاقتراض إلى 20 مليار دينار، باعتقادك هل هو حل لتنويع مصادر الدخل التي تتجه لها الحكومة؟ نبي الإجابة لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أم عبد العزيز، إحنا سألنا عن رفع سقف الاقتراض إلى 20 مليار، هل هو أحد مصادر الدخل أو تنويع مصادر الدخل اللي تتجه لها الحكومة؟ لا طبعا لا. أنا طول عمري أقول أي سندكيشن ممكن يصير قروض مجمعة أو إصدار لسندات قد تكون عود من حزمة لإنقاذ أمر معين، مشاريع معينة. بس إحنا دولة ثرية، دولة ثرية بكل مكوناتها، مو بس ماليا، إحنا أثرياء ماليا، أثرياء بشريا، أثرياء بفرصنا الاستثمارية. كان ممكن يكون تنويع الدخل من زمان. أعطيك مثال. في بداية 2000 كانت هناك تحذيرات كبيرة في عز وجود فوائض مالية كبيرة إن أوان الإصلاح هذا وقته. 2000 في سنة 2000 كانت الفوائض عالية وكان أفضل وقت نقول فيه الحين أنا أوان الإصلاح. تدري إن إحنا لو بادينها في سنة 2000 كان في سنة 2015 إحنا قيمة نفقاتنا أو إجمالي نفقات 8 مليار وما يتجاوزه. للأسف الحين في يوم من الأيام كنا نتكلم إن نكون النرويج ثانية، الحين إحنا نتكلم إن إحنا خايفين نكون فنزويلا ثانية. والسبب الإهمال وزيادة فساد وإهمال في التطبيق. بس أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. ليش تصدر لي سندات بهذا الحجم؟ تبي تبدأ بتنويع مصادر الدخل؟ عطني تبرير أرجوك. وين راحت فوائضنا المالية من 2011 إلى اليوم؟ وين؟ من يي رئيس الوزراء على سدة رئاسة إلى اليوم تنوعت الحكومات، تغيرت حكومات، وين راحت الفوائض؟ 21 مليار في 2011. وين الخلل؟ في الإدارة الحكومية. قلت لك الخلل مو في تشريعات. تأزيم بلا أعترف، مجالس متتالية كانت تؤزم وكانوا يخافون من أول صرخة حكومة تخاف. هذا للأسف كان السبب. والتأزيم وصل إلى مدى لما أيام مسيرات الشارع وغيره وغيره. أنا معاك في هذه الأمور، كان ممكن
تكون عصا في دولاب أي تطوير وتنمية. زين أم عبد العزيز، في سؤال جدا مهم، شنو صار على ما الموضوع؟ ما كملت إجابتي بس يلا. نعم تفضلي. إحنا على أساس لازلنا في الموضوع الاقتصادي، ففي سؤال على أساس لا يروح أيضا من الحديث، مسألة إلغاء الزيادات اللي هي صارت على الكهرباء والبنزين على المواطنين. نعم. هذه شنو صار عليه؟ ناقشتوها في اللجنة المالية. البنزين. عندنا تقرير مقدم. وكذلك القانون اللي قدمته إنه ما يتم الرفع إلا بقانون. عندي 6 تقارير على جدول الأعمال من اللجنة المالية، 6، لا 1 ولا 2 ولا 3، 6. 6 تقارير. 6 تقارير. أول تقرير كان على موضوع فوائد التأمينات. ثاني تقرير كان على خفض سن التقاعد. ثالث تقرير كان بناء على الطلب المقدم من نائب الفاضل وليد طبطبائي بخصوص زيادة البنزين والرسوم والتكاليف. رابع تقرير كان السحب من الاحتياطي 600 مليون لموضوع الكويتية. سادس تقرير كان بنك الاستثمار الآسيوي ومساهمة الكويت فيه. وسابع تقرير كان على موضوع ضباط الصف المتقاعدين. 7 تقارير، بعد أنا قلت لك 6 لأن الحديث الحين ضباط الصف. اللي بقوله أنا يهمني بالنسبة لي الأشياء اللي تم جيب مواطن، الزيادة غير مبررة. وأقول لك ليش، أنت قول لي الحين، الحكومة مو قالت برفع عليكم البنزين وبعطيك كوبونات يا مواطن؟ عدل. وأنت مواطن كويتي صح؟ زادوا عليك البنزين صح؟ زين. أكو حد دق عليك سلمك كوبونات؟ والله أنا ما شفت شيء. ما حد شاف. تدري ليش؟ لأن الحكومة لما سوت واتخذت القرار ما كانت مستعدة، ما عندنا نظام للشرائح. عندي جهاز مركزي الإحصاء، عندي هيئة عامة للمعلومات المدنية، عندي مجلس أعلى للتخطيط، عندي وزارة تخطيط، كل هذا، وعندي وزارة مالية، وكل هذا ما عندي نظام للشرائح. منو الغني في الكويت؟ منو اللي مدخوله أكثر من 120,000 بالسنة؟ منو اللي مدخوله 12,000 بالسنة؟ منو اللي يدخل بالسنة 12,000 ومنو اللي عنده مليارات حتى فوربس مو قادرة تلحق عليه؟ إنزين، في نظام للشرائح؟ اللي عنده، اللي بفوربس مو قادرة تلحق عليه، يكون بعلمك خدامه يطلعوا من البيت كل يوم يروحون ياخذون تموين. تخيل ياخذ عيش وشكر وعدس الخدم. بينما بالضبط، بينما الكويتي اللي دخله السنوي خلينا نقول ماني مبالغه 12,000، 24 اذا بفترض، هو 1000 وراتب زوجته 1000، 24,000 هذول ياخذون تموين. هذا وهذا حالهم واحد بالذمه. هذا كلام في بلد يمتلك كل المقومات. ما عندي نظام للشرائح يعزل من هو المتمكن ماليا ومن هو المعسر. منهم الطبقة المتوسطة في الكويت؟ يقدر وزير المالية يقول لي ما عندي. شفت الجهات الخمسة؟ ماكو. زين وش صار على الزيادات؟ راح تسوون شيء بالنسبة للزيادات؟ كهرباء البنزين؟ لا طبعا، امر مرفوض اذا ما حسنت الحكومة في خدماتها. ارفع عليك سعر كهرباء شنو ممكن تسوون؟ شنو ممكن تسوونه عبد العزيز؟ شنو الاجراء اللي راح تسوونه؟ احنا حاليا لن يتم الموافقه على اي زيادات خاصه. لا شريك. بس البنزين راح يرد نفس قبل؟ احنا الحين النقاش يعتمد على التصويت داخل القاعه. واذا الحكومه راهيه مع مجموعه من النواب تقدر تغلبنا ويتم السعر نفس ما هو عليه. انا اعول على المواطن الكويتي وتاثيره على نوابه. متى هذا راح يكون؟ في وقت محدد الحين؟ انا توني طالعه من لجنه الاولويات وطلبت منهم انه يكون من ضمن، يعني من 28/3 كل المواضيع مدرجه على جدول الاعمال. فقلت لهم ارجوكم جدموه، خاصه انه يوم 10 اللي هو متعلق بالاستجواب. اي تقرير، لان هذا مهم. ام عبد العزيز، مشاريع مترو الكويت، تطوير الجزر وجعل الكويت مركز مالي واقتصادي وجامعه الشداديه وغيرها من المشاريع، وين الخلل ام عبد العزيز؟ ما في اراده لاداره صح للبلد. الاراده مو موجوده؟ لا، ما في ول، ما في رغبه، ما في انجاز. مع اول صرخه يوقفون، مع اول صرخه يخافون. خط مسارات سكك حديد ومترو يدخل فيه مزارع، مزارع املاك دوله. تخافون من ان اللي قاعد فيها واللي ساكنها واللي حاليا قاعد يستغل املاك الدوله الاراضي في مزارع، ما تقدرون تشيلون المزارع. يا معقوله موقف المترو على اساس المزارع؟ ها، عطني تبريرات. لما المترو يتم من هيئه الشراكه تحويله الى من وزير الماليه الى هيئه شراكه، هيئه شراكه مو شغلها تنفيذي تنفذ مترو، ليش للحين موجود مشروع المترو؟ ليش المترو في دول الخليج دق الدرب وسار؟ سار نفس مال السعودية، سار اسمه سار. عندهم إرادة؟ طبعا واضحة. بس هل هي ون مان شو؟ قرار فردي؟ رئيس الوزراء يعتبر ون مان شو، يقدر. القانون عنده والتراتيب عنده والجهاز الفني عنده
والتنفيذي عنده ودعم من مجلس الأمة عنده، شو يبي أكثر عشان ما نشوف مترو؟ عشان ما تبهذل كل يوم أنا عشان أوصل مجلس ساعة وربع جاية وساعة وربع رادة، أخفف من الزحام. ساعة وربع؟ أي والله ساعة وربع دربي كل يوم جاية وساعة وربع وأنا رادة، ساعة وثلث ساعات. وهذا الكلام ينطبق على تطوير الجزر، مسألة المترو، تطوير الجزر، جزر جعل الكويت مركز، مدينة حرير، مدينة الحرير كلها. مدينة حرير يانا الوزير المعني فيها لما دخل علينا بلجنة المالية شو يقول لنا؟ ترى أحذركم هذا مشروع لقانون دولة داخل دولة. بتذم هذا الكلام؟ لا، هذا منو اللي يقوله؟ وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء لما يانا يعرض المشروع قدم هذا التحذير وطلعت أنا وتكلمت فيه. وقال أحذركم هذا دولة داخل دولة. لأن مشروع دولة داخل دولة يبي له الكثير من التنقيح فعلاً. فعلا صادق. ومنهم قدم هذا المشروع؟ حكومه. وشلون تنبه الحكومه؟ شفت. تقول وتحذر شفت. بنفس الوقت شفت عشان يبين لك اذا اشتهوا الشيء يبونه يمضي مشوه، واذا ما بقوا يمضي ما يمشي. لكن لما يينا راجعنا انا شخصيا لما قريت شنو هذا تسمح بمجلس اوصياء ومفوضين يديرون مدينه الحرير او مدينه الرياح ما شو اسمه مدينه بهذا الحجم كم كيلو؟ مدينة الرياح. هذه مو خالد العبيد. والله معبرها لأن عبرها ما راح تشوف النور. تخيل إنهم يثمنون الأراضي، يوزعون الأراضي، هم اللي يتصرفون، هم يبيعون، هم يشترون. ما يصير. يعني ما راح تصير مدينة حكومة الحرير. حكومة ثانية. تصير. تصير. والجزر كذلك. مفروض. مفروض. بس. مو وعدونا من قبل؟ مو قالوا لنا من قبل؟ قالوا لنا جزيرة فيلتش بتصير كابري. لا كبر ولا كابري ما شفنا شيء. جزر إلى اليوم حرام متهالكة، قامت تتهالك نتيجة التعرية الجيولوجية، نتيجة التعرية الجوية. ما يصير للأسف. تؤيدين التوجه اللي خصخصت بعض الجهات أو القطاعات الحكومية؟ إيه إذا كان بالمسار الصح. أنا أيد الخصخصة، أنا ماني ضدها، أنا بنت القطاع الخاص وأؤمن بأن عقلية القطاع الخاص تنجز. أعطيك مثال بسيط لأن إحنا ما عندنا أمثلة وايد عودة. نعم. على مشاريع. تفضل. لما سلمت الحكومة في فترة من فترات الأرض اللي على البحر سلمتها لقطاع خاص، إلى اليوم وأنا سألك أخي الكريم ما تستمتع تروح تشرب قهوة في سوق شرق؟ أكيد. جميل حلو، ولو إن في عيب خلقي، أنا عمري ما شفت مشروع يطل على البحر، مواقف السيارات على البحر مو على البر. على الأقل أقعد أجاب البحر ما جاب المارينا. عيب خلقي فيه. عيب خلقي طبعا بالمشروع. أرجع مرة ثانية، ما تستمتع لما تروح تشرب قهوتك في الأفينيوز؟ شوف الأفينيوز وسرعة الإنجاز فيه. ليش؟ قطاع الخاص. أنا ما أقول لا على القطاع الخاص، هذه كلها نماذج تروينها القطاع نماذج الخاص. نماذج ناجحة للقطاع الخاص لو استلمها. تخيل لو ملاك الأفينيوز أو ملاك الوطنية العقارية، ملاك سوق شرق، لو تعطيهم جزء من الواجهة البحرية، والله يسوونها أحلى من فيشرمان بي، والله إنه يسوونها لك أحلى من جميرة بوك اللي نروح لو نستمتع فيه والقهاوي. ما يقولون لا، بس على أصول، ما يكون تنفيع لجهات على حساب تنفيع. أنا مؤمنة بخصخصة بعض الجهات اللي تخص السياحة للمواطنين. بالنسبة لعضويتك في لجنة الظواهر السلبية، إلى ماذا انتهيتم في هذه اللجنة وكذلك لجنة المرأة؟ شنو أبرز الملفات فيها؟ قلت ضيم العضوية. ضيم لا تشوف المواضيع. ليش رشحتي نفسك عضويتها؟ طبعا عشان يصير على كيف وبيتكلمون هذا ما يصير وهذا حرام. انت رايحة للضيم بنفسك؟ طبعا، وأكون شوكة في بلعوم كل من يظن انه ممكن يوقف في وي حريات عيالنا ابناء الكويت او الكويتيين عموما. شفتي هذا الشيء موجود؟ طبعا هذا حرام، هذا ما يصير، هذا لا. اروح اتدخل في جمعية ليش حاطي لي شيرة كريسمس بلاستيك؟ شكو انتو؟ دولة بكبرها امير الانسانية بكبرها امن وسمح لنا بحرية الاعتقاد على مدى السنوات الطويلة من عمر الكويت. إيون بعض الأفراد يقولون هذا يصير وهذا حرام وهذا مو حرام، قاعد مكانك زين. ناقشتوا شيء من هالقبيل؟ يعني في شفتي اعتداء على الحريات داخل اللجنة؟ كل ساعة مواضيع فنتك مرة عبدة شيطان. تطلع دعوة حق ألكساندر مكوين ليش هذاك شعاره جماجم؟ مرة ما نبي كابينات مختلطة، ايش دراك إن في كابينات مختلطة؟ وين رايح مطاعم شايف كابينات مختلطة؟ هم توصلهم أخبار. شو عليك منهم؟ خلهم، شكوا فيهم، أكو شرطة تراقبهم. أنا أصير حارس على أخلاق الأوادم؟ لا، مو من حقك. تملكين أغلبية التصويت داخل هذه اللجنة؟ أنا والأخ خالد الشطي. لا طبعا، هم ثلاثة ضدنا. لجنة المرأة مهمة. لجنة المرأة بالنسبة لي وشؤون الأسرة هي الأهم، لأنها تتكلم عن
انتقاص شديد ما زال موجود في حق المرأة الكويتية. حق المرأة الكويتية انتقاص الآن بالكويت عندنا؟ في يعني أعطيك مثال، توريث المرأة الكويتية لأبنائها الغير كويتيين لبيتها مثلا، ليش للحين ما يصير؟ ليش مو من حقهم يأخذون البيت؟ موضوع سكن الكويتية والحصول على القرض الإسكاني، من حق المرأة الكويتية تقدم على الطلب وتشتري البيت اللي تبيه. أنا ماني مؤمنة الحين بالزيادة السكانية اللي قاعد يصير، إن الدولة ما زالت ريعية تعطي وتبني البيت وتعطي القرض لا أعطوهم الخيارات الميسرة، خلوهم يختارون البيت اللي يبونه، يسوي بنظام الليست أون، يظل أجره لما يتملكه، هذه الإيجارات تكون جزء من التملك. الدولة حررت جزء من الأراضي، اتركوا المواطن يبني على كيفه، ما تحكمونا بهذه المدن اللي كلها عيوب إنشائية وتمثل مشاكل وعراقيل للمواطن. نعم معبد العزيز، ماذا تم بشأن قانون تعيين القيادين؟ وهل التعيينات السياسية أفسدت بعض الجهات الحكومية لا سيما الخدماتية منها؟ اي والله أفسدتها. يا حلوة كنت مستخدم السؤال باللغة العربية الفصحى. إيه ضيم التعيينات بالكويت، أقولها لك بالكويتي. تنفيع وربع شاليهات، ربع المزارع، أصدقاء الديوانية، هذا ولد فلان، هذا كله قاعد يصير عندنا. هذا كله قاعد يصير. رئيس الوزراء اعترف، شو يقول؟ القياديين عندنا يا على مستوى وكلاء مساعدين بالبرشوت بالذمة، هذا حكي؟ زين سويت شيء يا رئيس وزراء؟ ما سوى شيء. ف كل هذا اللي قاعد نشوفه، التعيينات اللي تتم بناء على تنفيع معين، تيار معين، ضغوط من الإخوان سلاش الزملاء لما يعينون ربوعهم، هذا اللي يذبح، هذا اللي حر، لأن انتقاص لحقوق آخرين كان حلمهم وتطلعاتهم تسلق السلم الوظيفي، فالأسف موجودة. وشنو تقييمك لثالوث الخدمات الحكومية؟ صحة، تعليم، إسكان؟ يبين لك ان الحكومه كورم خلبص. لما الحكومه تخيل فجاه قررت تسوي مناصب، تستحدث وزير دوله لشؤون اقتصاديه ووزير دوله لشؤون خدمات. انا اذكر بعد القسم مباشره طلعت على المنصه هني في المجلس، قلت شنو هذه حكومه؟ شنو التوصيف الوظيفي لهالمنصبين الوزاريين؟ شنو اللي يتبع لهم؟ موانئ، مطارات، هيئه طيران مدني اللي بعدين عطوه وزير الداخلية اللي ما أدري ليش، شنو العلاقة؟ شنو اللي ينضم تحت وزارة خدمات؟ وشنو يعني وزير دولة لشؤون اقتصادية؟ هذا يبين لك شلون ما في تخطيط، والبرو بلانينج اللي هو التخطيط الصح لرسم سستينابل، مو الكلمة اللي استخدمها معالي الوزير أنس الصالح، سستينابل governments، حكومات فيها ديمومة تعطيك مدى وثقة من قبل المواطن فيها وبإنتاجها. نعم. لكن فجأة كذي تدودة الكويتية يمرة ولا وزير يبيها. أنا على عهدي وزير مر علي وزير دولة شؤون مجلس وزراء بالكويتية، وزيرة التخطيط هند الصبيح، وزير إسكان عطوا الكويتية، ما بقى وزير ما يانا في اللجنة كانت الكويتية عنده، شهرين ثلاثة ويشيلونها منه وتتحول. ليش؟ هذا مو سستينابل بلانينج. أنت تبي ديمومة في التخطيط، تتطمن رايح الحكومة تطلع لي في دار الأوبرا تقول لي عندي نظرة مدري رؤية 2035، بس لأن السعودية أعلنت عن خطوتها 2030، إيه رسموها صح، بينوها لنا، وشون ممكن نكون مالتي دايفرسيفيكيشن، عندنا تنوع في مصادر الدخل كذي. مو أطلع واستعرض وسولف واتكلم وميكروفونات وبعدين that's it. نعم أم عبد العزيز، احنا داهمنا الوقت تقريبا، لكن إذا في سؤال أخير بإيجاز جدا الإجابة أم عبد العزيز، التمثيل النيابي أو تمثيل المرأة في البرلمان، يعني عدد قليل جدا، يعني تمثيل ماكو مساء. واحدة لا أنت بتكلم على مر المجالس السابقة، هو أيضا يظل عدد قليل، والنساء هن الناخبات الأكثر، يعني صح عددهم أكبر. ليش بإيجازهم عبد العزيز؟ وعرضت عليك الوزارة؟ بس ايش فيك انتقلت من سؤال لسؤال؟ قبل لا نجاوب هذا، عرض عليك التوزير؟ عرض علي أنا وزارة؟ لا ما تجرؤ الحكومة تعرض علي، ما تجرؤ؟ لا كلش ما تجرؤ الحكومة. ليش ما يجرؤون؟ أنت خلقتنع أن اللي موجود على الأقل مقنع بالنسبة لي كأداء، عشان أنا أقبل حتى فكرة أنه ينعرض علي أني أكون عضو في هذا الفريق. فلو عرض عليك ما راح تقبلين؟ لا يمكن. وبالنسبة لسؤالنا الشق الأول من السؤال اللي هو تمثيل المرأة، يعني
تصدق هذا النوع من الوري القلق اللي عندك نفسه عندي. ليش ما قاعد توصل؟ في عناصر طيبة جميلة أفتخر فيها وأحبها وأعزها، عناصر نسائية أفخر إنها ممكن تكون في يوم من الأيام تحمل كرسي النيابة أو تقعد على كرسي النيابة. اختيارات الناخبين يعني أنت ما تقدر، لكن يبيلها تعزيز للثقافة أكثر. أنا شخصية مو لأني مرة، بس مؤمنة جدا إن العنصر النسائي، وليعذرني إخواني الرجال، يشتغل بضمير أكبر، يشتغل بهمة أكثر. دشيتي بالضمير. أي والله أنا يعني شفتها على مدى سنوات طويلة. المرأة دائما إذا كانت قيادية شغولة أكثر وضميرها واعي أكثر، تنجز. مو لأني قلت لك عنصر نسائي والله أمدح فيه، بس فعلا أنا شفتها في تجارب كثيرة في هيئات حكومية في مؤسسات وغيره وغيره. نعم عبد العزيز، أنا والله للأمانة عندي كم كبير من الأسئلة، واللقاء ممتع وشيق جدا معك، لذلك حاولت أدمج أكثر من سؤال مع بعض عشان نقدر نلحق. أعطيتني سؤالين تفاجأتني فيهم ورا بعض. الله يعطيك العافية. إذا عندك كلمة أخيرة تفضلين فيهم عبد العزيز. شكرا، تحية لك، تحية على القائمين على البرنامج، تحية للإعداد الصديق العزيز. الله يعطيك العافية. وتحية لكل أهل الكويت، ثقوا وآمنوا يا أهل الكويت. إن إحنا فعلًا في لجان المجلس قاعد نشتغل الليل مع النهار ونواصل عشان ممكن يكون في تركيبة صح تقدر الحكومة بناء عليها تمشي، شيء يريحكم. استحملونا، ما زلنا في مرحلة في بداية هذا المجلس، استحملونا في موضوع إذا في صار في عطلة. أنا لاحظت إذا صارت العطلة لفئة معينة أو مطالبات معينة يصير كأنها مشكلة الكويت كلها، لا، هناك كثير من المشاكل متفرعة، المشاكل نحاول نحل كثر ما نقدر. أنا ما أطلب إلا معانا الصبر والثبات بإذن الله. الله يعطيك العافية نائب صفاء الهاشم، شكرا جزيلا لك لإتاحة الوقت لهذا اللقاء. الله يخليك. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا على استضافتكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان، كانت معنا النائب صفاء الهاشم، نشكرها جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، وشكرا لكم على المتابعة، نستودعكم في أمان الله.